السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم طب من مدونة مجنون حاسوب في أول الدروس ديالها. غنفتتحوا المدونة بهذا الدرس اللي هو نظام التشغيل. شنو هو هذا نظام التشغيل وشنو هي الوظائف ديالو والأنواع ديالو؟ هادو هما اللي غنطرقو لهم في ثلاثة الخطوات اللي غنطرقو لهم في الدرس هذا. غنبداو بأول حاجة، شنو هو هذا نظام التشغيل؟ نظام التشغيل هو مجموعة ديال البرمجيات اللي مسؤولة عن الإدارة ديال البيسي ديالنا، وهو اللي كيمثل مثل الوسيط ما بيناتنا وما بين الحاسوب، ما بين المستخدم والماتيريال، وهو اللي كيخصص المصادر ديال البيسي بحال الرام، ديسك دور، وكيتحكم في الأجهزة ديال الدخول، في الجهاز ديال الدخول والخروج. كيفاش كيتحكم في الأجهزة ديال الدخول والخروج؟ يعني هو أنني ملي كنشعل البيسي هو أول بروغرام كيشعل، وملي كنطفيه هو آخر بروغرام كيطفى. ويكون هذا، وخاص هذا النظام التشغيل يكون عارف كل قطعة في البيسي، هاد الشي باش يقدر يتفاعل معاها. داكشي علاش خاص يكون على دراية بكل قطعة، مثلا الرام، ديسك دير، بروسيسور، كل وحده فين جات، باش يعرف يعرف الميساجات اللي يصيفط لها. هنا كيجي الدور ديال لي بيلوت او لي درايفر اللي غنطرق لهم ان شاء الله في درس من الدروس الجايه. شنو هي الوظائف ديال نظام التشغيل؟ الوظائف ديال نظام التشغيل هي بحال هكا، هي عنده بزاف ديال الوظائف، منها التحكم في مسار البيانات. كيفاش التحكم في مسار البيانات؟ هو اللي كيخبع لنا البيانات ديالنا ولي لوجيسيال ديالنا، يا في وحده داخليه ولا خارجيه. وحده داخليه بحال دابا كان انستالي شي لوجيسيال كيتانستالا في السي، ولا كنهز شي تصويره ولا فيديو كنتيليشارجيها كنحطها في الدي. هادو هما الوحدات الداخليه. او الوحدات الخارجيه، الوحدات الخارجيه بحال دابا كنحط شي فيديو في كلي يو اس بي ولا كارت ميموار، وهو اللي كي حط هاد لي دوني هادو دياولي، وكيعرف المكان ديالهم، يعني اليان ديالهم فين جاو، وكذلك الحجم ديالهم. تحميل البرامج. كيفاش تحميل البرامج؟ تحميل البرامج يعني هو انني ملي كان كليكي مثلا على الوورد ولا على شي فيديو ولا شي تصويره، كيهز هو هاد الفيديو ولا هاد اللوجيسيال اللي كاين محطوط في السي ولا الدي، وكيهزو كيحطو في لارام. من بعد كيدوزو لوحدة المعالجة باش ديك الساعات يبان لنا حنايا كيتنفذ الأمر ديالنا. يعني إلا كليكينا مثلا على الوورد، كيدوز كيمشي هو السي، كيهز الوورد، كيدوزو لارام باش نخدم فيه أنا، ولا شي تصويرة ولا شي لعبة بحال هكا. التحكم في الوحدة الذاكرة الرئيسية. التحكم في وحدة الذاكرة الرئيسية خاصو يعرف فين يحط كل حاجة. مثلا أنا خدمت، مثلا حليت في ال سي ولا ويندوز ميديا بلاير ولا شي لعبة، حليتها جالس هكا وخدام فيها، وبغيت نحل جوجل كروم ولا مايكروسوفت وورد ولا شي بحال هكا. خاصو هو يعرف أنني كليكيت على جوجل كروم، خاصو يحل تا جوجل كروم، يهزها يحطها في الرام ويحطها بوحدها، ماشي يحطها مع وورد ولا في ال سي ولا ميديا بلاي، ونحلو مثلا ثلاثة ولا أربعة ديال اللوجيسيال في دقة واحدة. رابعا، التحكم في وحدات الإدخال والإخراج. يعني أنني منين نكتب شي حاجة بالكلافي، يعني امر نصيفطو له انا بالكلافي، ولا نكليكي على شي ايقونه ديال شي لوجيسيال، يعني امر نقول له دخل لهنايا، ولا بحال هكا شي حاجه بحال هكا، ولا نصيفط لنا بريمون شي ورقه ولا شي لعبه، فهو اللي كيكون المسؤول على هذا الشيء. خامسا، المواجهه مع المستخدم. مثلا غادي نعطيك واحد المثال. مثلا انا حليت الوورد، كليكيت على الوورد، كيشد هو الامر ديالي، كيمشي للوورد، قلنا كيهزو كيحطو في الرام، كيتافيشي حدايا، عمر ما كيصيفطو لوحدة المعالجة.
ملي كيتحل حدايا مثلا انا كتبت فيه شي حاجه، هو كيترجمها الاوامر بنار، عاد كي عاد كي بينها لي انا، عاد كي افيشيها لي. بغيت مثلا نفيرمي هاد الورد هذا، فيرميت انا. ملي كنفيرمي انا ما تشغلش، كيدير كيصيفط لي ميساج كيقول لي واش فري باغي تفيرمي ولا غير بركسي بالغطا ولا شي لعبه، واش ما بغيتش اونغوجي، واش بغيت اونغوجيستري ولا ما تاونغوجيستريش باك. يعني هو في هذا الميساج هذا راه كيتواصل معايا، يعني نظام التشغيل كيتواصل معايا كيقول لك واش خاصك دير شي حاجه ولا ما بغيتش ديرها. سادسا اكتشاف الاعطال. كيفاش هذا اكتشاف الاعطال؟ مثلا انا كنشعل البيسي، كيتشعل كيتخدم نظام التشغيل، كيخدم نظام التشغيل كيبدا يقلب، كيلقى مثلا شي ماتيريال ما مركبش ولا فاسد. الا كان شي ماتيريال ثانوي يقدر مثلا البيسي غيشعل عادي، ولكن مثلا كان عنده مثلا بروبليم في كارت ريزو ولا كارت سون، ملي غتشعل البيسي غيلونسي نظام التشغيل البيوس انه ما كايناش الكارت كارت ريزو، غينوض يقلب عليها البيوس، مورها غيبدا يعطينا دي بيب، يبدا تيت وغيشعل البيسي عادي، ولكن ما غنخدمش انا بالريزو، يعني الويفي ما يخدمليش. او مثلا كانت عندنا عطل اولي مش ثانوي، بحال دابا كانت عندها ماتيريال مثلا لارام كانت فاسده، من غنشعل البيسي اصلا ما غيشعلش، نظام التشغيل غيخدم غيلقى لارام ما كايناش، ما عندوش فين يخدم، كيصيفط ميساج للبيوس وكيبدا البيوس كيدير دي بيب والبيسي ديالي ما كيشعلش. ندوزو لاخر خطوه اللي هي انواع انظمه التشغيل. انواع انظمه التشغيل كما كتشوفوا كاينين جوج انواع، كوموند لاين وجرافيك. الكوموند لاين بحال ام اس دوس اللي كنعرفوه، او دوس اللي تم التطوير ديالو من شركه مايكروسوفت وعاد لونساوه كام اس دوس. هاد الام اس دوس كيخدم بلي كوموند، يعني كنخدمو في واحد الشاشه كحله بكلافي اوامر، كنسرد له امر ما كيقدرش ينفذ اكثر من امر، يعني ما كيناش فيه ديك، نرجع نوريها لكم، ما كيناش فيه اللعبه ديال التحكم، اللعبه ديال التحكم في وحده الذاكره الرئيسيه، يعني ما يقدرش يخدم اكثر من امر في دقه واحده، كيدير امر بامر. واللي كان الواجهه ديالو اللي عيانه بزاف وما صالحاش مثلا للخدمه وصعيبه في الخدمه، ما صالحاش، ما يمكنش لاي واحد يخدم بها غير محترفين، اللي محترفين في نظام الدوس او لي دوس. ندوزو للنوع الثاني اللي هو الجرافيك. الجرافيك كاينين بزاف ديال الانظمه التشغيل الجرافيك، بحال ويندوز، لينكس، الماك او اس، وكاين اللي جديد حد الان اللي ما ذكرتوش في التصاور اللي هو كروم او اس، جوجل كروم او اس. هاد الانظمه كتخدم بواحد واحد الواجهه رسوميه اللي زوينه بزاف، وما كتخدمش غير بالاوامر، يعني يمكن لك تخدم اكثر من امر، وخدامه بلي كليك، يعني كاينه فيها لا سوري عكس نظام تشغيل او اس او دوس او الام اس دوس، فهو كيخدم بلا لا سوري، غير بالكلافي غير بالاوامر. اما الجرافيك فهو كيخدم بلي كليك، كتشوف واجهه حداك، كتشوف الامر كيتطبق حداك، هادشي كلشي على نظام التشغيل. وان شاء الله نكونو شي نشوفو شي حاجه اخرى في الفيديوهات الجايين. تابوناو معنا في الشين ديال يوتيوب، وتزوروا المدونه ديالنا اللي كيبان لكم ليان ديال دابا. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم خوكم طوبو من مدونه مجنون حاسوب في اول الدروس ديالها. غنفتتحوا المدونه بهذا الدرس اللي هو نظام التشغيل. شنو هو هذا نظام التشغيل وشنو هي الوظائف ديالو والانواع ديالو؟ هادو هما اللي نطرقو لهم في ثلاثه الخطوات اللي نطرقو لهم في الدرس هذا. غنبداو باول حاجه، شنو هو هذا نظام التشغيل؟ نظام التشغيل هو مجموعه ديال البرمجيات اللي مسؤوله على الاداره ديال البيسي ديالنا، وهو اللي كيمثل مثل الوسيط ما بيناتنا وما بين الحاسوب، ما بين المستخدم والماتيريال، وهو اللي كيخصص
المصادر ديال البيسي بحال الرام ديسك دور، وكيتحكم في الأجهزة ديال الدخول، في الجهاز ديال الدخول والخروج. كيفاش كيتحكم في الأجهزة ديال الدخول والخروج؟ يعني هو أنني ملي كنشعل البيسي هو أول بروغرام كيشعل، وملي كنطفيه هو آخر بروغرام كيطفى. ويكون هذا، وخاص هذا النظام تشغيل يكون عارف كل قطعة في البيسي هاد الشي باش يقدر يتفاعل معاها. داكشي علاش خاص يكون على دراية بكل كل قطعة، مثلا لا رام ديسك دير بروسيسور، كل وحدة فين جات، باش يعرف يعرف الميساجات اللي يصيفط لها. هنا كيجي الدور ديال لي بيلوت او لي درايفر اللي غنطرق لهم ان شاء الله في درس من الدروس الجاية. شنو هي الوظائف ديال نظام التشغيل؟ الوظائف ديال نظام التشغيل هي كتب بحال هكا، هي عنده بزاف ديال الوظائف، منها التحكم في مسار البيانات. كيفاش التحكم في مسار البيانات؟ هو اللي كيخبي عنا البيانات ديالنا ولي لوجيسيال ديالنا، يا في وحدة داخلية ولا خارجية. وحدة داخلية بحال دابا كنانستالي شي لوجيسيال كيتانستالا في السي، ولا كنهز شي تصويرة ولا فيديو كنتيليشارجيها كنحطها في الدي. هادو هما الوحدات الداخلية. أو الوحدات الخارجية، الوحدات الخارجية بحال دابا كنحط شي فيديو في كلي يو اس بي ولا كارت ميموار، وهو اللي كي حط هاد لي دوني هادو دياوي، وكيعرف المكان ديالهم يعني اللين ديالهم فين جاو، وكذلك الحجم ديالهم. تحميل البرامج. كيفاش تحميل البرامج؟ تحميل البرامج يعني هو انني ملي كان كليكي مثلا على الوورد ولا على شي فيديو ولا شي تصويره، كيهز هو هاد الفيديو ولا هاد اللوجيسيال اللي كاين محطوط في السي ولا الدي، وكيهزو كيحطو في لارام. من بعد كيدوزو لوحدة المعالجة باش ديك الساعات يبان لنا حنايا كيتنفذ الامر ديالنا. يعني الا كليكينا مثلا على الوورد كيدوز، كيمشي هو السي كيهز الوورد كيدوزو لارام باش نخدم فيه انا، ولا شي تصويرة ولا شي لعبة بحال هكا. التحكم في الوحدة الذاكرة الرئيسية. التحكم في وحدة الذاكرة الرئيسية خاصو يعرف فين يحط كل حاجة. مثلا أنا خدمت، مثلا حليت في ال سي ولا ويندوز ميديا بلاير ولا شي لعبة، حليتها جالس هكا وخدام فيها، وبغيت نحل جوجل كروم ولا مايكروسوفت وورد ولا شي بحال هكا. خاصو هو يعرف انني كليكيس على جوجل كروم، خاصو يحل تا جوجل كروم ازاي يحطها في الرام ويحطها بوحدها، ماشي يحطها مع وورد ولا في ال سي ولا ميديا بلاير، ونحلو مثلا 3 ولا 4 ديال اللوجيسيال في دقة واحدة. رابعا، التحكم في وحدات الإدخال والإخراج. يعني أنني منين نكتب شي حاجة بالكلافي، يعني أمر نصيفطولو أنا بالكلافي، ولا نكليكي على شي أيقونة ديال شي لوجيسيال، يعني أمر نقولو دخل لهنايا، أولا بحال هكا شي حاجة بحال هكا، ولا نصيفط لنا بريمونت شي ورقة ولا شي لعبة، فهو اللي كيكون المسؤول على هذا الشيء. خامسا، المواجهة مع المستخدم. مثلا غادي نعطيك واحد المثال. مثلا انا حليت الوورد، كليكيت على الوورد كيشد هو الامر ديالي، كيمشي للوورد قلنا كيهزو كيحطو في الارام كيتافيشي حدايا، عمر ما كيصيفطو لواحد المعالجة. ملي كيتحل حدايا مثلا انا كتبت فيه شي حاجة، هو كيترجمها الاوامر بينار، عاد كي بينها لي انا، عاد كيافيشيها لي. بغيت مثلا نفيرمي هاد الورد هذا، فيرميت انا. ملي كنفيرمي انا دام التشغيل اش كيدير؟ كيصيفط لي ميساج كيقول لي واش فري باغي تفيرمي ولا غير بركسي بالغطا ولا شي لعبه، واش ما بغيتش اونغوجي، واش بغيت اونغوجيستري ولا ما تاونغوجيستريش باك. يعني هو في هذا الميساج هذا راه كيتواصل معايا، يعني نظام التشغيل كيتواصل معايا كيقول لك واش خاصك دير شي حاجه ولا ما بغيتش ديرها. سادسا، اكتشاف الاعطال. كيفاش هذا اكتشاف الاعطال؟ مثلا
انا كنشعل البيسي، كيتشعل كيتخدم نظام التشغيل، كيخدم نظام التشغيل كيبدا يقلب، كيلقى مثلا شي ماتيريال ما مركبش ولا فاسد. الا كان شي ماتيريال ثانوي يقدر مثلا البيسي غيشعل عادي، ولكن مثلا كان عنده مثلا بروبليم في كارت ريزو ولا كارت سون، ملي غتشعل البيسي غيلونسي نظام التشغيل البيوس انه ما كايناش الكارت كارت ريزو، غينوض يقلب عليها البيوس، مورها غيبدا يعطينا دي بيب، يبدا تيت وغيشعل البيسي عادي، ولكن ما غنخدمش انا بالريزو، يعني الويفي ما يخدمنيش. او مثلا كانت عندنا عطل اولي مش ثانوي، بحال دابا كانت عندها ماتيريال مثلا لا رام كانت فاسده، من غنشعل البيسي اصلا ما غيشعلش، نظام التشغيل غيخدم غيلقى لا رام ما كايناش، ما عندوش فين يخدم، كيصيفط ميساج للبيوس وكيبدا البيوس كيدير دي بيب والبيسي ديالي ما كيشعلش. ندوزو لاخر خطوه اللي هي انواع انظمه التشغيل. انواع انظمه التشغيل كما كتشوفوا كاينين جوج انواع، كوموند لاين وجرافيك. الكوموند لاين بحال ام اس دوس اللي كنعرفوه، او دوس اللي تم التطوير ديالو من شركه مايكروسوفت وعاد لونصاوه كام اس دوس. هاد الام اس دوس كيخدم بلي كوموند، يعني كنخدمو فواحد الشاشه كحله بكلافي اوامر، كنسرد له امر ما كيقدرش ينفذ اكثر من امر، يعني ما كيناش فيه ديك، نرجع نوريها لكم، ما كيناش فيه اللعبه ديال التحكم، اللعبه ديال التحكم في وحده الذاكره الرئيسيه، يعني ما يقدرش يخدم اكثر من امر في دقه واحده، كيدير امر بامر. واللي كان الواجهه ديالو اللي عيانه بزاف وما صالحاش مثلا للخدمه وصعيبه في الخدمه، ما صالحاش، ما يمكنش لاي واحد يخدم بها غير محترفين، اللي محترفين في نظام الدوس او لي دوس. ندوزو للنوع الثاني اللي هو الجرافيك. الجرافيك كاينين بزاف ديال الانظمه التشغيل الجرافيك، بحال ويندوز، لينكس، الماك او اس، وكاين اللي جديد حد الان اللي ما ذكرتوش في التصاور اللي هو كروم او اس، جوجل كروم او اس. هاد الانظمه كتخدم بواحد واحد الواجهه الرسوميه اللي زوينه بزاف، وما كتخدمش غير بالاوامر، يعني يمكن لك تخدم اكثر من امر، وخدامه بلي كليك، يعني كاينه فيها لا سوري عكس نظام تشغيل او اس او دوس او الام اس دوس، فهو كيخدم بلا لا سوري، غير بالكلافي، غير بالاوامر. اما الجرافيك فهو كيخدم بلي كليك، كتشوف واجهه حداك، كتشوف الامر كيطبق حداك، هادشي كل شيء على نظام التشغيل. وان شاء الله نكونوا نشوفوا شي حاجه اخرى في الفيديوهات الجايين. تابوناو معنا في الشين ديال يوتيوب، وتزوروا المدونه ديالنا اللي كيبان لكم ليان ديال دابا، والسلام عليكم.